لا تفسدوا. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال عز وجل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أكبر خطر يهدد الحياة هو الإفساد في الأرض، التخريب بكل أشكاله في النفوس والممتلكات والطبيعة. كل ما من شأنه إيذاء أي من المخلوقات أو الإضرار بالطبيعة، وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى بكل صوره، كالصيد الجائر في البحار والغابات، أو إلقاء الفضلات فيهما. فالإفساد في الأرض يهدد بقاء الطيور والحشرات والحيوانات، ويؤثر في التوازن الذي صنعه الله، حيث إن لكل شيء خلقه الله وظيفة مهمة في الحياة. لذلك حذر الله من الإفساد في الأرض أشد تحذير، وتوعد فاعليه بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، وشدد على حماية الإسلام لمكونات البيئة ليسعد ويهنأ بها الإنسان، فقد مكنه الله من الأرض للإعمار لا للخراب. وبهذا نتعامل بإسلامنا، يرى مطبقا في سلوكنا نعرضه على العالمين. ذلك الدين القيم.